الفرق سياسيا؟ شو الفرق سياسيا بين المعبر النظامي ومعبر الحريه؟ شو هو المعبر النظامي؟ هو اعتراف. ايه فاي شرع نفتح معبر في شرعيه جينا اليوم لنورجي العالم انه نحن مع فتح المعبر، بدنا طرق طبيعيه لبلدنا تشتغل. اليوم عاملنا استوى، ما ضل عنا مناء، يعني منشاتنا وقفت، بدهم يسكروا، يطلبوا يسكروا معابر التهريب، يسكروها ما عندنا مشكله، ويسكر هذا معاهن، بس فيتح لي معابر التهريب وجاي بدك تسكر لي معبر نظامي؟ ما بمشي، ما بمشي الحال. اليوم علبه الدواء كنا ناخذها ب 10 ليرات، اليوم علبه الدواء صار حقها 100 ليره. قيس هالشيء على 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 حكايات كلياتها يعني، ولله الامر جينا نفرجي العالم انه نحن مع فتح المعبر. انا احمد بن عبد الحميد النجار من اهالي مدينه الباب، وعندي من الشهداء عندي 7 اخوي شهداء، اللي استشهد بالقصير واللي استشهد بحلب. واللي عم بقوله بدنا فتح المعبر تطبيع مع النظام هذا غلط قولا واحدا، بس نحن بدنا فتح المعبر ليتستفيد أهل البلد كلها، هالمواطنين كلها تستفيد، الفقير والعامل كله يشتغل. نحن بضاعتنا إذا بدها تجي بدها تطلع، بدها تطلع على لبنان، على تركيا، لا تجينا لهون. نحن ليش ما بتجينا من هون بخلال ساعتين أو ثلاثة أو نهارين؟ إلا نروح على معابر التهريب نحط آلاف الدولارات تتصنع، وكله مدفوع هذا من جيبنا، من كيسنا، من عنا. أنا وقت بيجيني من هون من المعبر، أنا قميصي هاد بدل ما اشتري 200 300 ورقه باخذ ب 50 ورقه. هاد بدنا، وبدنا هالبلد تشتغل، اهل هالبلد يشتغلوا، نحن بدنا فتحه منفعه للبلد كلها، لأننا مع تطبيع مع النظام ولا مع غيره. بدنا البلد تشتغل، بدنا اهل البلد هالشعب هالفقير يشتغل، هاد اللي بدنا. هو ما لنا ضد حدا ولا لنا مع حدا، ولا بدنا الخلق تشتغل، هالبلد تشتغل، العامل يعيش، ما يروح يكسر نفسه لحد. السلام عليكم، معكم زكريا عبد اللطيف نجار من سكان مدينه الباب. نحن رايدين نفتح المعبر احسن، مشان البلد كلها تتنشط، وحده بيشتغل العامل، ثاني وحده بيشتغلوا السيارات كلها، العمال البلد كلها بتشتغل، الادويه، الاكل، كل مول الغذائي بترخص، ممكن في شغلات ترخص، ممكن في شغلات تغلى. ليش عم طالبوا بتسكير المعبر هذا بالذات؟ السبب تما تنشط مدينه الباب، روحوا ارقدوا على معبر الحمران، على معبر عون الدادات، في ألف معبر، ما ضل غير معبر الباب بالذات اللي عملني معابر السكريات والتهريب كلهم شغالات. في كثير من مستودعات الادويه عم حطوا 50,000 دولار تتمرع سياره الدواء، مثال تكلفه سفره الدواء 20 ليره تركي، قبل ما يوصل للمواطن عم بوصل 40. ليش؟ مقابل 50,000 دولار اضحى السياره عم يدفعوا على المعبر التهريب. لا، خلي يفتح هذا المعبر منفعه لكل البلد، او يسكروا كل المعابر من الحمران وغيره احسن ما يضلوا على التهريب. هي كلها جماعة التهريب ما بريدوا يفتحوا جماعة التهريب هذا. عمي 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 عمي